لا، أنا بنت عمري 9 سنوات. اسمي جنى. والدي استشهد، بس يعني يريد يعني يقدم له يعني حاجة، يعني يوصل له في قبره. يعني هو يعني علمني القرآن، يعني أشياء كثيرة. أنا أريد أن أرجع له، يعني أن أعطيه شيء يصل إلى قبري. إيش أسوي عشان تصل، يعني يصل له أجر؟ يا حبيبتي يا جنى، أحلى أيوه. حاجة تقدميها لأبوك إنك تدعي له دائما. إذا صليتي تدعي له في السجود. يعني في ناس يقولي لا، يعني أتصدقي. اسمعيني حبيبتي، أول حاجة تسوينها تدعين 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 لأبوك، سواء في الصلاة أو في غير الصلاة، تكثرين من الدعاء. اثنين، تصدقي عنه لو بريال واحد يوميا. يعني عادي، حتى لو كان قليل، يعني حتى لو كان قليل، يعني لو بريال واحد. إن شاء الله إن شاء الله. عندي قرآن تقريبا 16 جزء. يعني أتمنى، يعني أنا أتمنى إن الله يعني يساعدني عشان أكمل. كانت هذه يعني أمنيات والدي رحمه الله. أنا أريد منكم يعني ألا تنسوا هذا القرآن الكريم، فهو نعمة عظيمة. أنا يعني وجدت السعادة، وجدت السعادة في القرآن الكريم. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به ألبس والداه يوم القيامة تاجا من نور. وأيضا يعني قال الرسول عليه الصلاة والسلام: اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابي. إذا أردتم السعادة فهي في هذا القرآن الكريم. تسمعوا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، الذي له ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم، ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود، ذو العرش المجيد.
فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ بل الذين كفروا في تكذيب، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. بارك الله فيكم. أنا أريدهم يدعو لوالدي.